شحال هادي ما درنا الراب نيوز، فقره اللي كندوي فيها لقى داكشي جديد في الراب المغربي. الغياب ديالنا راجع كالعاده، انا الراب مابقاش اكشي فحال شحال هادي، ولكن اليوم كنضنج معنا ما يكفي من الاخبار باش نجيب لكم حلقه زوينه. اهم الاخبار هي مستجدات قضيه بيبي جانج اللي نقدروا نعتبروا ان الظرفيه ديالو تحسنت ديال بصح الحمد لله، ماشي هو فقط بل تيوس 45. في جهه اخرى عندنا داد خرج واحد الاشاره واعر مع شركه ديال هيد اند شولدرز. عندنا الجراندي توتو اللي خرج واحد ستوري كيعبر انهم ما كيدعيوش للفيستيفالات ولا كونسيرت داخل البلاد بينما كيعمر القاعات برا. وندوي على مختلف الطاقات خرج حلقة مليئة بزاف د الحوايج، غتخرجوا عارفين كاع داكشي اللي واقع في الراب المغربي وكثر. او المقابل خلي معاك شي لايك شي كومونتير زوين، بغيتكم هاد الفيديو بالضبط كومونتيو باش نرجعوا لوتيرة ديال الفيديوهات. ما تطول عليكم ونبداو مورا الانترو. ديكاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكسالة. نبداو بالاشار ديال دادا مع هيد اند شولدرز، عاد باش ندوزو لبيبي جانج. صراحه الاشار داروا بواحد الطريقه كرياتيف ديال بصح، خصوصا انا الدري اللي خدموا عليه كلهم مغاربه، وهادشي كيجي بمناسبه لاكومباين جديده ديال الشركه ديال هيد اند شولدرز ديال الشامبوان اللي جات تحت الهاشتاغ ديال ما كنتقشروش اللي عندها دوبل سونس. ما كنتقشروش يعني الشامبوان ديالهم ما كيخليش القشره، بالاضافه لانه ما كنتقشروش هي كنزعموا كنديروا اي حاجه باغيين. اجو نشوفوا شنو خرج لنا دادا وهيد اند شولدرز في التراك. التراك بيناتهم تلحسوا فورم دو ريل في الانستغرام ديال الشركه، بيان سور كان بوست كوم بيناتهم. وصراحه بلان ديال بصح نشوفوا روابا كيشاركوا مع الشركات الكبار ديال بصح في اشارات. من خلال التراك اللي دار دادا الشركه كيبان فيه كيرابي قدام المرايا، شعرو بيان سور مقاد يلاه مدوش بشامبوان ديال هيد اند شولدرز. بدا كيعطي بزاف لي زيكزومبل عن طريق الراب، يعني كيفاش ما تقشرش، كيفاش تستعمل الشامبوان يخليك بلا قشره وتزعم. وتما كاين عطى بزاف الامثله، الناس ديال البريك دانس، الناس ديال السكيت، الناس ديال الكره، ديال الفريستايل، الناس ديال لاصال، السيرف، بزاف لي زيكزومبل اخرين. فين جابوا بطل ديال كل وحده من هاد الرياضات يبان في الاشهار. خليكم على لقطه من الاشهار. ما كنتقشروش كنقولها فاس مي دايف در وخا بزاف لي قلبوا الفاس ما غتوصلش وعطاو بالدار. عطيتها الجاد وعطيتها عمر، عطيتها قلبي عطيتها قصر، بغاتني مره بغيتها اكثر، وراتني طريق علمتني صبر، واخا باقي في وسط الليل كنتسنى احلامي تكون. وبالمناسبه انا براسي كنستعمل هيد اند شولدرز اللي كتعتبر احسن شامبوان باش تحيد القشره وباش تطبق المقوله ديال ما كنتقشروش. ما كناش صراحه في الاشهر الجاي هيد اند شولدرز يعيطوا لينا وندخلوا المهنه ديال اليوتيوب، علاش لا؟ في الاشهر حتى هي خصها ما نتقشروش فيها. هذا كخبر اول. اجو دابا ندوي على بيبي جانج. الناس اللي متبعيني من شحال هذه كانوا ديجا عارفين القصه ديالو، كانه واحد من انجح روابا في الاوروب في الطاليان. رغم النجاح ديالو في الموسيقى الا انه بقاو تابعينه مشاكل اعداد ماشي مشاكل بساط، امر اللي كانوا غيخليوه يتحكم حتى 9 سنين 10 سنين ديال الحبس. تخيل معايا فتى في العشرينات نجح في الموسيقى مسيني مع كبار ليبلز، كتقول لي غنحبسك 10 سنين ولا اكثر، صافي راك دمرتيه. هادشي اش كان كيواجه بيبي جانج. ولكن زكريا بيبي جانج ما خلاش هادشي يحبسو، بل زاد خدم واخا كان كيواجه هاد العقوبات. فين كان عنده الامل الوحيد هو الاستئناف. فين كان عنده جوج قضايا اساسيه، القضيه الاولى هي قضيه الشفره اللي داو لهم فيهم السوارات ولي زيربود اللي ديجا دونا عليها في الانترفيو ديالنا. خليكم على اللقطه. دوروا لي داكشي بالعكس، فهمتي؟ جاو هما بغاو يديروا لي البلان، صدقت انا هو اللي دار لهم البلان، انا هو اللي ضاربهم وهما يدافعوا على راسهم. ولي داكشي كامل بحال هكا، هما مساكن فهمتي، راه ضريفين، الاخر كيقرا والاخر كيدير هذا. والقضيه الثانيه متعلقه بديك المضاربه مع الافارقه اللي قالوا لهم شفرتوا لنا الصاك ديالنا وتيراو. بيبي جانج في انتظار الاستئناف ديال هاد القضايا بجوج، كيف ما قلت لكم المده ديالهم يقدروا يفوتوا 10 سنين، كانوا عاطينو حبس الدار ودايرين ليه ديك اللعيبه في رجليه. فين ديجا كندوى معنا وخلى لينا فيديو نخليكم معاه. خويا فاروق راك انت كتشوف القضيه راه حامضه، ولكن انت ما توقفنا والجديد ان شاء الله قريب دايز واش. ولكن في وسط حبس الدار الكونت ديالو بقاو كيتبوستاو منهم ستوريات اللي البوليس اعتبرهم انه بيبي جانج اللي كيبوستاو ممنوع عليه التليفون، كشي علاش سدوه عاودوا حبسوه في الحبس في وسط هذا العام هذا. ما غيدوش مده طويله فين بيبي جانج كان كيبرر انا دوك ستوريات ما بوستاهمش هو بل بوستاهم المانجر، دونك ما كاينش داعي علاش يشدوه. ومي هما ما اقتنعوش بالهضره ديالو وداوه. سرعان ما تشدش بزاف غيخرج، عقلوا معايا مازال كيواجه التهمه ديال 10 سنين وكثر ديال دوك جوج القضايا ومازال عنده حبس الدار. سرعان ما غيخرج، هي فاش خرج عليه داك الفيديو في اللامبورغيني وجا عنده مومو فاش انتقد النظام القضاء الايطالي. Vuoi dire qualcosa? Ciao. Vuoi dire qualcosa? Dopo questo periodo? تماك فين غيجي الاستئناف وغادي الخبر الزوينه ديال بصح اللي الاغلبيه فيكم ما عارفينهاش، ما دويناش عليها. بيبي جانج غيقدر يبطل التهمه الاولى ديال السرقه ديال الزيربود والصور ديال الطوموبيل اللي دون عليها في الانترفيو. نخليكم على اللقطه. دوروا لي داكشي بالعكس، فهمتي؟ جا هما بغاو يديروا لي البلان، صدقت انا هو اللي دار لهم البلان، انا هو اللي ضاربهم وهما يدافعوا على راسهم. دوروا لي داكشي كامل بحال هكا، هما مساكن فهمتي، راه ضريفين، الاخر كيقرا. يعني داكشي اللي قال لنا في الانترفيو بصح ما دارهاش، دونك بطلوا لي الحكم ديالها اللي كانت فيها شي 4 سنين ولا شوف شحال. والقضيه الثانيه اللي كانت مع
الافارقه ديال تيرا وشفرو حيدوا لي التهمه الشفره. دونك بطلوا الحكم من 4 سنين و 8 شهور لعامين وشي حاجه. هادشي بيان سور بفضل التيم ديالو هو عائلته والناس اللي ضايرين به. تخيلوا معايا داز من 10 سنين تحكم عليه لعامين وشي حاجه وهاد العامين نيت يقدر عاوتاني يطلب انهم يحيدوا ليه المده اللي ديجا دوز اللي كثر من عام. يعني بيبي جانك يقدر يدوز عام ولا عامين ماكسيموم في حبس منزلي ويولي حر، بينما كان كيواجه اكثر من 10 سنين. دابا حاليا الوضعيه ديالو تحسنت بزاف الحمد لله. بحال قلتوا احسن سيناريو كنا كنتمنوه ليه وقع فعلا. فنقدروا نشوفوا بيبي جانك حر 100% في عام ولا عامين، وفين يقدر يرجع للمغرب ويدير لي شو ديالو فين ما بغى. راه من دابا كيخففوا عليه ويقدر يخرج في دي شو في الطاليان، ومن دابا اللي مهتم في المغرب ولا في اي بلاصه يبوكي يتواصل مع المانجر ديالو ولا مع الناس اللي دايرين به ويقدر يبوكي باش يجي يدير عنده شو. ما تنساوش انه ما عمره ما دار شو في المغرب، كنظن ان الاغلبيه غيبغيو يتفرجوا فيه، واول واحد غيبوكي غيكون عنده افونتاج كبير بيان سور. ولا لاحظتوا هادشي ديال الاحكام ما تثبتوش عليه؟ ديجا كنا دوينا فيه على الانترفيو اللي درنا فين قال لي انا عمد لهم شي كامل، انا عمد لهم وخا ضحكنا راه تبطل عليا هادشي. قول له واش تبغي انترفيو ثانيه مع بيبي جانك فين نديروا فيه المستجدات. اوكي خليوها في الكومنتير. نجيو للمغرب، عندنا في عندنا يوسف 45 اللي تو تطلق صراحه. كلكم عارفين كيفاش تشد نظرا انا منظمات بداو كيدعيو بسبب الاغنيه الاخرى اللي دار. الحمد لله دابا قدر يرجع حر طليق ورجع يدير الموسيقى. نبقاو في المغرب ونمشيو عند الجراند توتو اللي لاح واحد ستوري هاد السيمانه هادي كيقول فيها انه اول ارتست في البلاد وما كيعيطوش ليه باش يجي يدير ليه شو، بمعنى انه بلاك ليست يعني مقاطع. بغيت نشوف شنو كيبان لكم في هاد القضيه هادي. ودابا اجيو نشوفوا اخر تراكات اللي خرجوا. في عندنا الاول ديال الملوس سماه كونديلا. القوانين لاقا خلتني رئيس بحال جاي ميديلين بلاك اصفرا مرسيدس. عندنا ستورمي والجراند توتو اللي خرجوا الريميكس ديال مارادونا. علاش انا درت بيديك دياغو وانا درت بيديك دياغو. عندنا سمول اكس اللي خرج حاء. القروان كبر حربي والقروان العلم حرفي والقروان الحرف حرفي الحرف حلقي فحل بحال صرفي. عندنا في كلشي اللي خرج لالا ومالي. بيتنا درنان ماري مزيكا لالا ومالي كلشي فاني غي ما تشيخشي نهار جا وخيتشيك غادي تسالي في كولاش بيتيني رخيت. عندنا عبدو اللي خرج بطل اولمبي وتشرد ديك اللقطة ديال بلاصة يمشي عند الدريه يمشي عند مو. كلشي كنديرو لكانتي ما كنبغيش لك قلق ليا راحتي لقيتي ليا غنتي ما عندكش بلاصة حدا ما كانتي بطل اولمبي كنمسك لي في درك تشلي سايك بنتلي. عندنا فارغاز اللي خرج 6 ستارز. في كل الدرب كاين طاك باش نجيب الزاق كل ليله خاص طاف عيتي واخا هادشي قالي داز كان 16 ثاني بوحد وقدي تيري واخا تكون وانت 16. وعندنا فيرا اللي خرج شتي الشي. راب تدفق ما قال كل طار عندي خوف ما قام كل بيس طلا بومبا كل فيس كيدوخ في الكومبا بومبا. هذوما هما التراكات اللي خرجوا ولا شي واحد ذكروني به ندير لي شاروت في الحلقه الجايه وما تنساوش تسيبورتيهم. بالمناسبه تكون شفتو حتى كليماندو رابور فاس الى اخره تلاقى مع غازو. هادشي بفضل افريكا برودكشن اللي هي ليبل مغربيه 100% كتحاول كتصر على انها تطلع دي طالون صغار واللي جايبه ليكسبرتيز ديالها من لوروب خدمت تما المغرب باش تعاون الدراري. دونك كتشوف كليماندو مع غازو علاش لا ما يخرجوش لينا شي حاجه ان شاء الله في المستقبل ولا نشوفوا هاد لي ليزون خصوصا راكم عارفين باش تطور الاندستري في البلاد. هكا الاخوان كنكونوا وصلنا لاخر الفيديو ديالنا. شفنا كيفاش تدار اشهار مخدوم بين دادا وهيدا شولدرز. شفنا القضيه ديال بيبي جانغ وكاع التفاصيل ديالو كيفاش دابا حاليا في ظرفيه صغيره نقدروا نعاودوا نشوفوا بيبي جانك حر طليق ان شاء الله. شفنا القضيه ديال طوطو كيفاش انه مقاطع من لي شو كيف ما تكونوا لاحظتوها فكيف كتشوفوا جميع المهرجانات ما كنلقاو سميتو يعني هو قلب نفسه. وشفنا خروج يوسف 45 والتراكات اللي خرجوا مؤخرا. قلت شكون ديما نجيب لكم هذه الحلقات ديال الراب راه هما باش بدينا يوتيوب لا تعقلوا. ولا وصلتي حتى لهذه المرحله من الفيديو بغيت تكومونتي ليا ما كنتقشروش هكا باش نعرفك تفرجتي حتى الاخر. خليك القلب علاش ما نجاوبكش راه كنعقل علاش كل كيكومونتي. اوكي هكا الاخوان كنكون وصلنا لاخر الفيديو ديالنا. كان معكم فرق لايف تورك وصحت لكم فهمتوا اللي هي اهم حاجه ونتلاقاو في الفيديو الجاي. سلام عليكم فراسكم. كتقول لي مي امور كنقول لها كارينيا عمري شفت شي تشيكا بحالك هكذا ونيا ما كانتش انا وياك حبيبي نديرو نينيا بلادهم جاري معنا فحالها تزاد فكينيا.